نزلت بقى في ميه، نزلت في ميه درجه حرارتها 4 تحت الصفر. انت كان عندك حروق طبعا؟ لا اتحرقت، قعدت اسبوع يعني كريمات وبراهم ومش قادر حد يمسكني من ظهري وحاجات كده. طيب عايزاكم تشوفوا ميكنج قبل ما احمد بيعمل اي مشهد. عندنا كده حاجات متصوره من كواليس شغله. والله انا اول مره اشوف الحاجات دي. اشتبه ده انت اول مره تشوفه. انا عارفه الجزء بتاع ده احنا واخدينه من هشام عبد الخالق. من هشام؟ حبيبي هشام عبد الخالق. هشام عمل لي مافيا، يعني 60% 65% من شغلي عملوه هشام عبد الخالق. وهشام اخ وصديق طبعا. شايل لك يعني كل الكواليس عادي. انا بوجه له تحيه لان هشام منتج كبير من المنتجين المحترمين يعني. طبعا انت في فيديو بتقرا فيه حاجه، معرفش انت بتقول ايه يا احمد. انا يعني عندي ورد كده قبل المشاهد اللي فيها يا صابت يا اتنين عور يعني. فعندي ورد دايما اقراه دايما. اللي هو؟ طبعا آية الكرسي دي بتتقري، المعوذتين والفاتحة دول لازم بيتقروا. بعد كده في دعاء عندي بقوله دايما، اللهم اني برئت من حولي قوتي ولجأت لحولك وقوتك، اللهم اني اسألك ان كان سلامتي او سعادتي او رزقي في السماء فأتني به، وان كان في الارض فأتني به، وان كان تحت صخرة فانت القادر القدير المقتدر على ان تأتني به، سترك يا رب، اللهم صل على سيدنا محمد من قبل ومن بعد. اللهم صل وسلم عليه. وربنا يحميك، ربنا يحميك يا احمد. ايه ده بقى بتعمل ايه انت في عينيك؟ عيني كان دخل فيها الصدى بتاع العمود وانا نازل من البرج بتاع فيلم هروب اضطراري، فالرايش بتاع نفس العمود ده كان بيدخل في عينيا، فبحط عيني في كوبايه ميه عشان تنزل الحاجات اللي جواها. بس انت سلامتك اهم من الفيلم يعني. ما هو اجراءات السلامه بتبقى معموله، ده في حاله ان الفيلم اكشن يعني، ممكن الفيلم يبقى يعني من 30 سنه فيلم انا ما نزلتش فيه سلم حتى، مش عملت اكشن. ايه اصعب اكشن انت عملته؟ ابراهيم الابيض. انهي جزء؟ النار برضو. لما ولعوا فيا دي كانت خطر جدا. والجزء الثاني بتاع سور مجرى العيون اللي انا بجري فوقيه بسرعه 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 وبقف قبل، لان دي كانت فري موف يعني حركه حره، مش ما فيش حد يلحقني بمعنى اصح يعني. فدي من اصعب الحاجات اللي انا نازل على السقاله في ابراهيم الابيض، والشوط بتاع النار ده كان صعب جدا جدا. والشوط الاولاني اول شوط في الفيلم اللي هو لما كان ماسك سيد شيبة وبيقول له ايه مش عارف ايه وبيضربه على ظهره، ده متصور وان شوت 12 دقيقه وان شوت. لا وبعدين مروان حامد كمان من المخرجين الطماعين، وانا احب المخرج الطماع. مروان طبعا غني عن التعريف، مش هقدر اتكلم على مروان يعني، بس في ابراهيم الابيض يقول لي لا 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 فاعمل حاجه، يقول لي طب ايه رايك بقى لو هناخد الزاويه دي بالعدسه دي، فلاقي نفسي عملت نفس الموفمنت مثلا 6-7 مرات يعني. النار دي 3 مرات في ابراهيم الابيض. 3 مرات مشهد ده. ايه بقى ده؟ ده شوت كنت المفروض ان انا نازل بواير من السما، نازل بواير على واحد، في واحد بيسرق واحده وانا نازل بواير من حته كده جامب، بس اي ثينك ده ات واز تهيألي ده كان فيه مش فاكر. نازل بالواير باين في الريفلكتور. ده الريفلكتور بتاع اضاءه دي مش شاشه معايا. ايوه ده انا بقى كنت نازل من حته بقى بعيده جدا. بص يا احمد، هي الفكره مش بس الـ الـ القفزه والجرأه، انت عندك لوكيشن وكاميرات وتيكس. لا الاداره كمان، والشارع كمان مليان خلق، ده دول ناس من الشارع. بس وبعد ما خلصت النطه قعدوا يسقفوا. دي حقيقه. بس هو الحقيقه الناس يعني دلوقتي مؤخرا بدأوا يتعاملوا معانا ان في تصوير، بقى في احترام للتصوير. زمان كنت بتصوري بره مثلا في الشارع تلاقي حد راح مديكي كلاكس سرينة ناده عامل، دلوقتي الناس ابتدى بقى الوعي عندها اكتر يعني. انا بتكلم بقى على تركيزك انت. لا انا وانا بشتغل بالذات النوع ده من المشاهد انا مش شايف حاجه قدامي خالص غير اللي انا هعمله، واتس ماي كول. يعني ايه اتس ماي كول؟ انا اللي روحي في الهواء، فانا اللي اقول اكشن وانا اللي اقول كات، مش المخرج. انا اللي عارف انا هقدر ولا مش هقدر، انا اللي عارف هنزل في النقطه دي ولا لا. لو قلت لوك في وسط الحاجه بيلوك الواير. المرات اللي انا يعني اتفتونت فيها وقلت لا هلحق اتعورت. يعني مثلا نازل على عربيه، فالعربيه دي ماشيه بسرعه معينه، الهواء سرعته كذا، انا هنزل في السبوت دي، فالمخرج تيك 2 تيك 3 تيك 4 فما بنزلش في السبوت. هي مش غلطته، هي غلطتي انا. اول ما احس ان سواق العربيه سرع شويه لازم اقول كات، لان اتس ماي كول، انا اللي روحي في، انا اللي حياتي في الورد. قلت لي ان انت درست ده. درسته طبعا. مش لا 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 مش هزار. مش عافيه. لا لا لا.